أهلا مشاهدينا، نبدأ المغاربية من الجزائر، أين دعا رئيس البرلمان سليمان شنين إلى تنظيم انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام الجاري. جاء ذلك في كلمة ألقاها شنين خلال افتتاح الدورة السنوية للبرلمان، معلنا دعما صريحا لمقترح الجيش الاثنين بتنظيم الرئاسيات قبل نهاية العام. غضب طلابي في شوارع الجزائر، حراك بدأ في شباط فبراير الماضي وما زال مستمرا. مئات الطلاب خرجوا من مختلف المعاهد والكليات في مسيرات في العاصمة، وانضم إليهم مواطنون وزحفوا إلى ساحتي الشهداء والبريد المركزي في إصرار على مطالبهم. تغيير النظام السياسي وتنديد بحكم العسكر ورفض لإجراء الانتخابات الرئاسية في ظل بقاء رموز النظام السابق. إن المرحلة الوصولية التي تمر بها يأتي الحراك الطلابي بعد طلب قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح بإصدار مرسوم يدعو إلى تنظيم انتخابات رئاسية في سابقة لم ترق الجزائريين. فالطلب كما يرون صدر عن جهة عسكرية وليست مدنية، والطلب بحسب منتقديه يجب أن يصدر من الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح المكلف بموجب الدستور دعوة الهيئة الناخبة. المحتجون رفعوا لافتات ردا على تحذير رئيس أركان الجيش المعارضين تنظيم الانتخابات، وتماهت مطالب الحراك الشعبي مع كتل نيابية عدة عارضت التعجيل بإجراء الانتخابات، ووقفت في وجه رئيس البرلمان الجزائري سليمان شنين الذي أعلن دعمه مقترح قائد الجيش. ويطالب كثيرون في الحراك بفترة انتقالية وصولا إلى الديمقراطية بدلا من إجراء انتخابات سريعة، فمخاوفهم تكمن في الدور المتزايد للرجل العسكري القوي قايد صالح كشخص متحكم في موازين القوى. أزمة دستورية وسياسية في الجزائر، وحراك شعبي ضاغط على الجيش ورافض لرموز نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، والمؤسسة العسكرية القابضة على السلطة ترفض أي حل لا يمر عبر انتخابات رئاسية على طريقتها. من الجزائر معنا الدكتور عبد الرزاق صغور الباحث والأكاديمي، أهلا وسهلا بك دكتور عبد الرزاق معنا. إذا البرلمان يصطف إلى جانب الجيش اليوم ويعلن عن دعمه المسار الانتخابي رغم رفض الشارع، هل هو إعلان التحدي أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو خطاب رئيس أركان الجيش سيد قايد صالح لما تكلم على أنه يمكن أو من الأجدر أن تستدعى أو تدعى الهيئة الناخبة يوم 15 سبتمبر، هو من الناحية الشكلية أو الإجرائية نقول أنه من الأجدر، بمعنىها من المستحسن ومن الأفضل، بمعنىها لم يعطي أمر المؤهل والمرشح لإلقاء لاستدعاء الهيئة الناخبة هو رئيس الدولة وليس رئيس الأركان. أما رئيس الأركان فقد اقترح وبالتالي ولما وظف أو استعمل مصطلح من الأجدر. الآن رئيس البرلمان سيد سليمان شنين أيضا ذهب في نفس الطريق وفي نفس المنهج، بحيث أنه أعلن أنه لا مخرج إلا عن طريق الانتخابات الرئاسية. الآن ننتظر رئيس الدولة ما هو مخه، هل رئيس الدولة سوف يعلن عن استدعاء الهيئة الناخبة. أما الشارع أو الحراك، الحراك كان وما زال الحراك مطالبه معروفة. الحراك على كل منذ بدايته في فبراير كان يطالب بلال العهدة الخامسة، العهدة الخامسة لم تعد قائمة، واليوم هو يطالب برحيل جميع رموز النظام السابق. دكتور عبد الرزاق تفضلت بكلمة من الأجدر التي قالها قائد الأركان الجزائري، لكن هل من الأسلم أن يدعى إلى مسار انتخابي يرفض الشارع تأطيره من قبل من يعتبرهم جزءا من النظام السابق وبقية من العصابة؟
لا هو صحيح أن بقايا الإصابة يجب أن تذهب، أكيد أن هؤلاء الذين انفردوا بالحكم لمدة طويلة وفعلوا ما فعلوا يجب أن يذهبوا. من المؤكد أنه الوزير الأول وهو شخص مطلوب من طرف الجماهير وأيضا حتى رئيس الدولة، ولكن اليوم في الظرف هذا لأننا نعيش مرحلة صعبة جدا، مرحلة معقدة، يعني كل شيء يجب أن يكون محسوب بدقة، لأنه صحيح العاطفة والانفعال وهذه خاصية من خصائص الشعوب العربية، ولكن الآن يجب أن نتميز بالنوع من العقلنة والرشادة حتى نصل إلى بر الأمان. معناها اليوم أنه لما نتكلم عن الشارع كبير جدا، الشارع ما فيهش 10,000 و15,000 التي تخرج اليوم أو غدا أو بعد غد، الشارع فيه ملايين الجزائريين، حوالي 44 مليون جزائري. اليوم يجب أن ننظر إلى الأمور بنوع من الرزانة، بنوع من الجدية، بنوع من من يجب من أن ينظر بنوع من الرزانة؟ هل هو الشارع الذي وحد صفوفه دكتور عبد الرزاق وكان واضحا في تحديد مطالبه؟ هو لا يرفض المسار الانتخابي جملة وتفصيلا، ولكنه عفوا يرفضه في ظل الوضع الحالي، في ظل بقاء رموز النظام السابق. أليس على السلطة أن تتحلى بتلك الرزانة وتبدأ بتلبية مطالب الشارع قبل الذهاب إلى مسار انتخابي يرفض إطاره الحالي الشارع؟ حقيقة أنه من الأجدر أيضا على السلطة أن تعمل جاهدة على توفير الشروط الملائمة لإجراء الانتخابات، وهذه الشروط هي التخلص من كل بقايا النظام السابق، التخلص من كل أذناب كما يسميها هو حتى بنفسه السيد قائد الأركان. إذن اليوم حقيقة يجب توفير الوضع الملائم والتخلص من كل هؤلاء. الوضع الملائم هو الدفع بالعمل الديمقراطي وحرية التعبير والإعلام، وأيضا لأنه اليوم منظل السلطة هي تعمل في صدد مع لجنة الحوار والوساطة على إنشاء هيئة وطنية أو سلطة وطنية التي سوف تقوم بتنظيم الانتخابات. هذه السلطة تكون مستقلة عن السلطات الأخرى سواء الداخلية أو غيرها، وبالتالي المرجو من هذه السلطة أنها تعطي صبغة ديمقراطية وشفافة على الفعل السياسي وعلى العملية السياسية وبالتالي على الانتخابات. شكرا من الجزائر دكتور عبد الرزاق صغور الباحث والأكاديمي.